صارت والله. تعرفون هذا ايش؟ هذا بوكس حق حماية. ليه صمم بوكس الحماية هذا؟ عشان يحمي الأشياء الثمينة اللي داخل البوكس هذا. موضوع اليوم راح يكون قريب عن الموضوع هذا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بالجميع، كيف حالكم يا جماعة الخير؟ إن شاء الله بخير وبصحة وعافية. اليوم يا جماعة الخير راح نتكلم عن موضوع مرة أشغل مخي له يومين. عسى ما شر يا أسامة، وش الموضوع اللي أشغل مخك لحد الآن ولازم تتكلم فيه؟ اللي هو قضية موت الأسطورة هذا. هذا وش هو أسامة؟ هل هو شخصية مهمة وتهمك ذا الدرجة؟ بما أن تخصصي شبكات حاسب فهذا الشخص أكيد يهمني، بما أني استخدم الكمبيوتر أو الجوال فهذا الشخص برضو يهمني، وبما أن هذا الشخص حمى شخصيات واجد مثلي ومثلك فأكيد أن هذا الشخص يهمني ويهمك. يا ساتر يا أسامة، من الشخصية هذه اللي أنت قاعد تكلم عنه؟ هل هو شخصية مهمة؟ راح أعلمكم وش دور الشخصية هذه وحنا ما ندري. طبعا كلنا ندري ان الشفاء والتوفيق من الله، هذه ما يبغى لها واحد اثنين. كانت في ناس تقدم لنا الخدمة مثل الدكتور، كنا اذا نمرض نروح للدكتور عشان يعالجنا، والدكتور شيء ما نقدر نفرط فيه في اي دولة او في اي مدينة لانه هو شيء مهم بشكل مرة كبير. الشخصية هذه اللي راح نتكلم عنها هو كان دكتور ومعالج امن الشبكات في العالم. كيف معالج امن الشبكات أسامة؟ الشخص هذا هو اول اخترع برنامج الحماية من الفيروس. الحين تأكدت معاي ان هذه الشخصية مهمة صح؟ وزيادة على كذا وش صاير معاه؟ وش سبب وفاته؟ اللي صاير معاه راح نتكلم فيه بالتجزؤة، بس اول شيء راح اتكلم لكم عن حياته ومن هو الشخص هذا اللي هو جون يو، يعني البرنامج القديم هذا هو الشخص اللي سواه. اي نعم عزيز المتابع، هو اول شخص صدر البرنامج هذا وكان البرنامج هذا باسمه هو. طيب وسام وش الموضوع؟ بسرعة عجل علي. الموضوع ان هذا الشخص صار امس طول شنقا ويقولون انه هو منتحر، بس الكلام هذا لا يمشي عليكم لانه هو كان مصرح في المواضيع هذه. قصة اليوم وموضوع اليوم راح يكون موضوع شيق، جيب لك شيء تاكله، جيب لك شيء تشربه، بنتظرك الان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بالجميع، كيف حالكم يا جماعة الخير؟ ان شاء الله بخير وبصحة وعافية. اليوم يا جماعة الخير رجعنا لكم مقطع وقصة وحدث جديد ما له إلا 3 أيام. قبل ما نبدأ في مقطع اليوم، من لا يشكر الناس لا يشكر الله. الله يعطيكم ألف عافية على الدعم الأسطوري اللي كان في المقاطع اللي فاتت والكومنتات الجبارة اللي قاعدين تكتبونها. حرفيا كذا وأنا قاعد أتفرج أشوف كومنتات مرة حلوة تخليني أتحمس أنزل أكثر وأكثر. قبل ما يبدأ مقطع اليوم حبيبي عزيز المتابع، لا تنسى تضغط على اللايك وتشترك في القناة وتفعل جرس التنبيهات، وبعد ما تخلص المقطع عطني رأيك تحت في الكومنتات، ترى يهمني سواء كان عمرك من 8 سنوات إلى 50 سنة، رأيك يهمني تحت في الكومنتات. ويلا نبدأ في مقطع اليوم. صاحب مقولة نحن نعيش في عصر الإنترنت، الحرب القادمة لن نخوض المعارك بالقنابل والرصاص. كلام قوي جدا من الأسطورة جون ماكافي. حرفيا قاعدين نشوف هجمات مرة كبيرة قاعدة تمر على العالم بدون رصاص، بدون صواريخ، بدون أي شيء. يعني كلامه سليم 100% أن في قاعدة تصير هجمات حول العالم عن طريق الإنترنت. جون ماكافي حصلوه في زنزانته منتحر شنقا، بس في أكشن قبل الموضوع هذا كله. أول شيء البرنامج هذا طلع من مسؤولية جون ماكافي وانتقل إلى شركة أنتل بقيمة 7 مليارات دولار، مبلغ مرة كبير. قام جون ماكافي وباع هالشركة أنتل. طيب غريبة برنامج ناجح مثل هذا ينباع بهذه السهولة. كان يقول جون إن يوم أنا كنت في أمريكا ما كنت أحس بالأمان، أحس إن الحكومة الأمريكية تبغى تسيطر علي. بعد ما باع البرنامج هذا صارت تصير له أحداث غريبة متتالية. أول شيء صار معاه داهمته القوات الخاصة في دولة بلايث، وكانوا يتهمونه ان هذا الشخص بحوزته اسلحة. هو عاد اصلا طالع من امريكا له 2 سنين، وبعدها كذا بلحظات تم اطلاق صراحة وقالوا اصلا الاعتقال هذا كان غير قانوني. هنا عاد جون بدأ يحس بالخطر، وهذا كان اول موقف له في سنة 2012، حس بخطر مرة كبير انه في دولة ثانية وناس قاعدة تتلاحقه وتبي تتبلاه. الشيء هذا ما يمشي كذا بسهولة. بعد هذا الموقف بعدة أشهر انقتل جار جون، وجاره كان رجل أعمال يطلق باسم شيروغوري فول، حرفيا اسمه صعب بس حاولت أني أقرأ كذا مرة عشان أقوله لكم. المهم أول
ما قتل الشخص هذا راحوا لجون قالوا له ان جارك تم اغتياله. قال لهم اصلا انا في نفس اليوم هذا كانوا في ناس يبغون يقتلوني، فعشان كذا قررت اني اهرب الى الولايات المتحده. بعد ما رجع لامريكا هنا بدت اصلا المغامرات وبدا الاكشن وبدا حرفيا الفيلم الحقيقي. من عام 2016 الى عام 2018 اتهموا جون انه هو قاعد يتهرب من الضرائب، ولفقوا عليه تهم كثيره. كانت هذه التهم كلها كانت راح تسجنه 30 سنه. جون اول ما سمع الكلام هذا حس ان عليه مؤامرات كثيرة، قرر انه يطلع في 2019 من الولايات المتحدة، وقرر انه يعيش في نصف البحر بقارب وسفينة كبيرة. المهم انه استقر في منتصف البحر، وبرضه كان يسير على بعض البلدان وبعض الدول بما انه معاه يخت. واصلا هذا كان هروبه الاخير. فهذه اللحظة جون صر على تويتر وقال، قال لهم انا اصلا كنت ما ادفع الضرائب. سألوه ليه ما تدفع الضرائب؟ قال ان هذه الضرائب اصلا غير قانونية. بقول لكم برضه معلومة عن جون. جون كان ابوه مدمن للكحول، والولد هذا اتبع مسار ابوه وصار برضه مدمن للكحول. صارت له اصلا مشكلة زمان في الجامعة، يعني كان يحب زي ما تقولون يكون عبيط بعض الأحيان. قرر ذاك اليوم جون إنه يغرد في تويتر، بس مو أي تغريدة، صار يهدد الحكومة الأمريكية بكبرها. يقول لهم أنا أصلاً ترى مجمع عليكم ملفات حقت فساد للاستخبارات والمجموعات اللي معكم. قال فإذا اعتقلتوني أو دخلتوني السجن راح أخذ الملفات هذه وأنشرها حول العالم وراح أبين حقيقتكم. وحط لهم كذا رسالة في آخر السطر، قال لهم إن الملفات هذه حجمها 31 تيرا، يعني ملفات ومستندات حجمها 31 تيرا، فأكيد إنه ماسك شيء كبير على الحكومة الأمريكية. هذاك الوقت الصحافة كذا طلعوا قالوا لازم نسوي مقابلة مع جون. أحد القنوات استضافت جون وقاعدين يسألون بعض الأسئلة. قاعدين يسألون جون كيف عملية الاختراقات وكيف توصل للأجهزة. سكتهم كذا برده وقاعد على الكرسي، قال لهم أصلاً كل أجهزة الحكومة تراها بين يد. أنا أول ما سمعت الكلام هذا حس إن فيه شوي يعني مبالغة في الموضوع هذا، بس لما تذكرت إن هذا الشخص هو أول شخص قدر يكافح الفيروسات فقلت ما في شيء مستحيل. بعد ما خلص المقابلة هذه خذ أغراضه جون ومشى البيته عشان يرتاح. والإعلام كله كان يراقب حساب تويتر الخاص بجون. شوي نزل تغريدة جون وكتب فيها إنه تلقى رسالة خفية من مسؤولين أمريكيين تقول نحن قادمون من أجلك وراح نخليك تقتل نفسك. كتب جون ترى إذا مت أنا منتحر، ترى أنا ما راح أنتحر نهائيا، عرفوا إن هذا البلاء منهم، هم اللي جو قتلوني، وإذا قالوا إنهم هم قتلوني افتحوا ذراعي الأيمن، أنا حطيت لكم وشم في هذاك المكان عشان تعرفون اني صدق مت. وش قصده في هذا الكلام؟ قصده انهم ممكن يلفقون اي شخص ويوزعون تهمة كذا غريبة ويحطون على شخص ويقتلونه ويقولون انهم هم قاتلين جون، وهم بالاصل ممكن ساجنينه او ممكن قاعدين يعذبونه ويخلونه يشتغل عندهم. في عام 2020 يعني قريب، جون نزل كذا مقطع فيديو في تويتر وقاعد يقول فيه، كان يلمح وقاعد يقولهم ان في ناس ده في هذه الدولة وانهم اصحاب قوة وعندهم ايدي خفية، يعني من الاخير ما تقدر تسيطر عليها وممكن نحس بالخطر صدق. وبعد فترة نزل تغريدة كذا وفيها مقطع فيديو كان عنوانه عن دولة العميقة، اسم مخيف لأبعد درجة. واللي ما يعرف ايش معنى الحكومة العميقة، معناها ان في حكومة غير منتخبة، يعني غير طالعة لنا وحنا ما نشوفها، وعندها خلايا منتشرة على أنحاء الدولة الأمريكية، كانت تتحكم بالإعلام وتدعمهم بقوة كبيرة ما نقدر يعني نواجهها القوة هذه. وبسبب هذه المنظمة ترى في شخصيات كبيرة ماتت مثل جيفري تين. بعد ما سمعوا الحكومة الأمريكية الكلام هذا كله تم اعتقال جون بعدها بشهرين، وكان اعتقاله في أسبانيا، بس كانت فيه تغريدة غامضة بشكل مرة كبير من جون، قال إني أنا عايش في أسبانيا ترى ومرتاح وموري حلوة، بس إذا شنق نفسه ترى مو أنا اللي شرقت نفسي. بعد عملية اعتقاله من السلطات الأسبانية قرروا يسلمونه إلى سلطات الولايات المتحدة. يوم حس خلاص أنهم بيسلمونه قام ينشر شيء عن الحكومة الأمريكية ويقول أن الحكومة تتجسس على مواطنيها، وأن الحكومات الأخرى تتجسس برضو على الحكومات الثانية، وأن كل شخص قاعد يتجسس على الثاني. حنا في عصر الشك.
حرفيا التغريدة هذه تخليك تعيش في وهم وهم وما تدري وش راح يصير في المستقبل. قبل قرابة ممكن 20 يوم غرد جون ماكافي، قال ان انظمة التشغيل كلها زرعت بشفرة خبيثة، والشي هذا كله سووه عشان يقدرون يتجسسون ويتلعبون ببعض الاشياء، وان هذه الشفرة يصعب كشفها حتى بالفحص الدقيق الشامل. يعني الشفرة هذه مرة قوية، ومن قوة هذه الشفرة اصلا اثرت على الحكومة الايرانية. في نص التغريدة قالوا ما اتحدى اي شخص يناقض كلامي هذا او يروح وما يحصل الشيء اللي قلته انا صح. عاد ايران صدق في ذاك الوقت كان عندها بعض المشاكل في الصواريخ اللي عندها، فهنا اعتقدون كلامه سليم 100%. المهم بعد ما انكشفت اوراقهم كلهم، قررت الحكومة الاسبانية قالت خلاص تكفون، ودوا الشخص هذا بسرعة للولايات المتحدة. افتحوا الزنزانة على جون وحصلوه منتحر شنقا. لو نرجع شوي فلاش باك كنا نتذكر ان جون كان يقول مرتين انتبهوا تراهم بيشنقوني. اوكي اكيد جاء في مخك الحين، طيب يا اسامة بعد ما مات جون وش قال عن الملفات؟ هل الملفات راح تنتشر؟ بعد اعلان موت جون ماكافي نزل على حسابه في الانستغرام صورة مكتوب عليها كيو، وحرف الكيو هذا يدل على حركة كيو نون، بين هذه المجموعة هي مجموعة عبدة الشياطين والمتحرشين، كانوا هذول مترأسين النخب الحكومية. المهم هذه المجموعة يبغالها اصلا مقطع ثاني، لان الكلام عنهم كثير ولهم مؤامرات مرة كثيرة. ويقال بعد موت جون ماكافي يقولون ان في تغريدة والعلم عند الله انها كانت محذوفة، قال اذا صار لي اي شيء ترى الملفات اللي حجمها 31 تيرا في شقتي في ميامي. طبعا بعد موت جون بيوم واحد انهدم مبنى في ميامي لاسباب غامضة، وقتل 4 اشخاص وفقد 150 شخص، ولكن حسب مصادر يقولون ان ما في اصلا شقة في هذاك المبنى باسم جون ماكافي. تحليل كذا من راسي انا اقول ان ممكن الكلام هذا صحيح 100%، اكيد راح يخفون اسم جون ماكافي عشان ما يحصلونها وينسون الموضوع هذا ويبحثون في اماكن ثانية. وبرضو في ناس ما صدقت اصلا ان جون ماكافي مات منتحرا، لان زوجته تقول ان الحكومة الامريكية تبغى تخلي جون درس لأي شخص يتحدى الحكومة، وقالت أصلاً إن جون ما عنده أي ميول انتحار، يعني ما يفكر بالانتحار نهائياً. وفي النهاية الحكومة الأسبانية فتحت تحقيق، قالت خلنا نشوف وش الموضوع اللي الناس قاعدة تتكلم عنه وتقول إن جون وجون وإن جون أنتوا اللي قاتلينا. في نهاية النص قال أصلاً الشخص هذا إنه في اكتئاب وإن هذا الشخص تعبان نفسياً، فعشان كذا هو قرر إنه ينتحر. والله المواضيع كلها غامضة، إذا حصلنا أي شيء عن جون راح نتكلم فيه في المقاطع الجاية. إلى هنا وصلنا نهاية مقطع اليوم، يعطيكم ألف عافية يا جماعة الخير، وأشوفكم في أمان الله، سلام عليكم.